السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عرب في فيديو جديد. وقبل ما نبدا اي حاجه يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده جايين بفيديو يعني احدث الانتقالات، ومش هتعملها يدوي كده، جايب لك اوبشن فايل يعني جامد 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 قوي. يعني الاوبشن فايل ده يعني في احدث الانتقالات، احدث الطقومه والشعارات وكل حاجه، يعني لبس برشلونه الجديد، ريال مدريد، بتاع مانشستر يونايتد اللي هو ابو الياقه ده، يعني كل الانتقالات فيه وكل الاطقم فيه. بس ممكن تلاقي مثلا لاعب واحد ما اتنقلش، بس بيبقى ده ما اتنقل لفرقه ضعيفه. بس احنا هنخش دلوقتي واوريكم ازاي اوبشن فايل ده بيتعمل، وده بيتعمل للبي سي والبي اس 4 والبي اس 5، بس انا هشرحه دلوقتي على البي سي من غير ما اطول عليكم، هنخش على الموضوع على طول. اول حاجه يعني اهو الاوبشن فايل بينزل معنا كده، انا هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، اهو بينزل كده. هنفك بس الضغط بتاعه بطريقتك انت، شوف بتفك الضغط ازاي. اول ما يخلص هنرجع لكم. ماشي، رجعنا اهو، وهو نزل اهو خلاص، اللي هو بيس اهو قدامك. هتخش عليه هيجي ملف الوي بي سي ده، هتخش عليه اهو. ده الحاجات المفروض اللي هو الليجا 1 و2 والدوري الانجليزي وكل حاجة. هتخش بقى هتاخد ده مثلا كده كوبي، خدنا كوبي، وهنخش على ديكيومنز دي ونروح على ملف كونامي، واللي هو الملف بتاع اي فوتبول او بيس 21. هنخش عليه، مفروض هو ده. احنا هنعمل كده ونحط بيست، بس هو انا حطه، انا عامله كده كده، فانت هتعمله وتدوس بيست، هو هيتنقل لحد هنا على طول. بس كده، دي هي الخطوات اللي هنشرحها في الجهاز. بعد كده نتوجه للعبة. ماشي اهو، دخلنا على اللعبة والخطوات الجاية علشان الباتش يظبط معاك او الاوبشن فايل يشتغل معاك. هنخش، هي بيس 21، بس انا برضو عامل لها حاجة للوجوهات والشكل بتاع اللعبة. لو عايزه اكتب لي تحت في الكومنتات نعمل فيديو تاني ونقول ازاي تعمل الدخلة دي وتخليها اي فوتبول 22 وكده. هنخش دلوقتي واقول لكم ازاي نخلي الاوبشن فايل معمول جاهز، انا عامله بس هقول لك برضو تعمله ازاي. تابعونا. ماشي، اول حاجة هنخش على الاعدادات كده، الاعدادات، ونخش على تعديل. بعد ما دخلنا على تعديل هننزل تحت اللي هو استيراد وتصدير، اهو هنخش هنا، وهننزل تالت واحدة اللي هي استيراد المسابقات او الاستيراد المسابقة ايا كان. هندوس اوكي وهنخش هنا بقى، هاي كل دي مسابقات اللي هو دوري الابطال وكله الدوري الانجليزي وكل حاجة. هنعمل ايه؟ المفروض انت تحدد على كل ده، مش هتحدد واحدة واحدة، انت هتدوس على مربع هيتحدد عليهم كله، وبعدين هتدوس فوق هنا انتقال الى الاعدادات التفصيلية وتدوس اكس، وبعدين تدوس استبدال ملفات الصور بنفس الاسم، هتدوس كده صح، وبعدين تنزل على اوكي. بس انا عاملها، فانت هتعمل كده وتدوس اوكي، هيجي لك التحميل، هيقعد 51 ثانية مثلا ولا دقيقتين تلاتة وهيخلص. احنا كده عاملينها. ماشي، في الخطوة اللي بعد دي بقى هنعمل ايه؟ هنطلع استيراد الفريق، هندوس على استيراد الفريق كده وندوس اوكي برضو، ونفس الخطوات اللي عملناها هناك هنعملها هنا، بس اهو بدل برضو ما ندوس واحدة واحدة عشان دول كتير، هندوس مربع، هندوس مربع هتحدد على كله اهو، يعني زي ما انت شايف. هنطلع عند اول واحدة كده اللي هو انتقال الى الاعدادات التفصيلية برضو، وندوس اوكي، وهنطلع دول بقى اتنين مش واحدة، ندوس تطبيق بيانات اللاعب والفريق، وتحت استبدال الملفات الصور بنفس الاسم، وننزل تحت ندوس اوكي. بس دي هتقعد فترة طويلة، مثلا من ربع ساعة لعشر دقايق او من عشر دقايق لربع ساعة كده. هندوس اوكي، انا كده عاملها زي ما قلتلكوا، هتدوس بدء الاستيراد وهتشتغل معاك. وكده نكون عملنا الاوبشن فايل. في حاجة واحدة بقى هتظبطها بعديها، هتدوس على هيكلة المسابقة وهتنزل هنا، يعني عندك اوروبا، امريكا، اسيا، عدد الفرق اهو. هتخش على اوروبا وبالR1 والL1، الR1 والL1، بالL1 هترجع واحدة فوق كده
فوق في 18 و18، هترجع واحدة بس هتخليها 18 و18. هتلاقي فرق كتير، زي مثلا انت هتلاقي بايرن ميونخ هنا يعني في الدوري الألماني، وهتلاقي فرق مش في الدوري الألماني، يعني مثلا برشلونة هنا مش في الدوري الألماني. هتعمل ايه؟ هتدوس اكس على برشلونة وتفضل بقى تقلب بالار 1 لحد ما تشوف الدوري الأسباني. اهو هنقلب لحد ما تلاقي الدوري الأسباني فوق، هيجي فوق دلوقتي اهو، يعني اهو الدوري الأسباني. هتروح على برشلونة اهو وتدوس اكس، دي هتتبدل بدي. هنرجع تاني، نرجع اللي هو 18 و18 اهو. هننزل تحت نشوف مين تاني في يوفنتوس، برضو هتعملها كذا مثلا، وترجع تشوف فين اليوفي، نرجع لحد الدوري الايطالي. اول ما او الدوري الايطالي جه، هنخش على يوفنتوس وندوس برضو اكس، كده الفرقة اتبدلت. هروح برضو لل 18 و18 اهو. هننزل تحت هنا في مين، روما هننقلها برضو الدوري الايطالي، مانشستر يونايتد هننقلها الدوري الانجليزي، باريس سان جيرمان هننقلها برضو، هنرجع في 17 في برضو ارسنال هننقلها. يعني انت في 17 و18 تشوف الفرقه اللي مش في الدوري الالماني وتنقلها الدوري بتاعها، بس كده كده يكون انت ظبطت الاوبشن فايل. هنخش بقى واوريك يعني اللعيبه في فرقهم والقطن. يعني هو ارسنال بالطقم الجديد، مارتينيلي لسه راح ارسنال اهو، عنده 19 سنه اهو. يعني ساكا اهو بنفس الطقم الجديد، وتشاكا يعني ساكا وتشاكا نفس الطقم، والنني يعني كله معمول. وهو اليونايتد يعني اهو بالطقم الجديد، الطقم التحفه بتاعهم اهو اللي باللياقه. رونالدو نشوف رونالدو هيبقى طقم حلو عليه اهو، رونالدو يعني بص يعني شكله جامد جامد عليه. واجمد واحد بقى اللي هو طقم برشلونه، يعني طقم برشلونه اهو برضه بالانتقالات، اديديس في ليفاندوسكي، ليفاندوفسكي اهو يعني بالطقم الجديد بكل حاجه. يعني رافينيا فين او رافينا اهو، يعني كيسي، يعني كل الانتقالات الجديدة هتلاقيها موجودة. ريال مدريد اهو يعني طقم كورتوا بتاع حارس المرمى، ألابا، ميليتاو، كارفخال، مندي، يعني بطقم الجديد برضه ابو الياء، الفرق كلها عاملة بالياء، ابو ابراهيم الحكومة، يعني كل الفرق بكل طقمتها. ساديو ماني اهو بالطقم برضه الجديد بتاعهم اهو. ليفربول صلاح اهو بالطقم الجديد، داروين نونيز، فيرمينيو، يعني اهو يعني لويس دياز، كله موجود كله موجود. يعني ما فيش حد مش موجود في الاوبشن فايل ده باللبس بكل حاجة. وكده يكون خلصنا الاوبشن فايل بتاعنا. ولو عايزين اللي هو الخلفية اللي ورا دي اللي هي بتاعت اي فوتبول 22 اقول لكم بتتعمل ازاي، وفي كذا شكل تاني قولولي. وكان معكم عربي، ولو ما حطيتش لايك ومش مشترك في القناة حط انزل تحت حط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وكان معكم عرابي وسلام.